أحسابكم الله. هذا سائل يسأل عن كتابة أو قول ما شاء الله تبارك الله وكذلك لا إله إلا الله، كتابتها على المباني والسيارات. لا أصل لكتابة الأذكار أو الآيات على المباني أو على السيارات، لا أصل لهذا. وهذا أيضا يعرض على الامتحان، يعرض هذه الكتابة للآية أو للأذكار للامتحان. ما كان هذا من عمل السلف، ما كانوا يكتبون إلى عهد القريب، ما كانوا يكتبون الأذكار على السيارات ولا على الدواب ولا على المباني، إنما يكتبونها في قلوبهم وألسنتهم. نعم.